في هالمشي هذه هالرمزية في هالسلسلة الرمزية لعلي العريض ولمجموعته فشلتم في الحكم فانجحوا في الرحيل ارحلوا. اليوم جينا نقول لكم بطريقتنا السلمية المعهودة اننا لن يهدأ للتونسيين والتونسيات بال إلا حينما ترحل هذه الحكومة الفاشلة اللي أن مصلحة البلاد اللي هو مصلحة تونس تقتضي رحيلكم. وبالتالي أنا نتوجه للوطنية والشعور الوطني اللي فيكم أنكم ترعيوا مصلحة البلاد، تنساوا الكراسي، تنساوا السلطة، تنساوا المال وتخموا في تونس. اليوم وضع البلاد خطير ويبدو أنكم مازلتوا ما كمش واعين بهذا. ما نحبش نطول على كل الناس اللي جاوا من باردو وتحملوا المشقة هذايا باش نقولوا احنا مع على كل حال نشكر كل التونسيين وكل التونسيات، هذا واجب واجبنا نحن كتونسيين، ولكن من الطرف المقابل ماذا بينا يشعروا حتى هما اللي عندهم واجب على عاتقهم فشلوا في الحكم، ماذا بينا يخرجوا بشويه اناقه ويقولوا انا سلمنا في الحكم لاننا فشلنا وستكون استحقاقات وربما يعودون الحكم، ولكن اذا واصلوا في التعنت هذا فانا ربما نقول ان ربما التوانسه سيلفظونهم بصفة نهائية وقتها يقولوا ويرجعوا نادمين على الفرص اللي كل مرة بكل سلمية نمنح حالهم، وفي كل مرة نقولوا لهم ارحلوا مش بناخذوا بلاصتكم، ماناش انقلابيين، احنا نحبوا مصلحة البلاد، نحبوا اليوم حكومة انقاذ، نحبوا نفتحوا مسار متاع انقاذ متاع بلادنا فيما بقي من هذه الشهور، فخذوا هالفرصة هذه وانقذوا بلادنا، شاركونا في انقاذ البلاد. انتم فشلتوا